مرحبا بكم، كيف حالكم؟ أنا مدرستكم واسمي دان بيهو، ومعنى اسمي هو المطر الذي ينزل على الأرض الجافة. قد تعلمنا طريقة رسم الإنسان في المحاضرة السابقة، وهذه المرة أيضا سنرسم إنسانا، ولكن هناك بعض النقاط المختلفة. سأعرفكم بناس لديهم أحلام مختلفة ومتنوعة. ما رأيكم في أن ننطلق معا في أول قصة؟ كنت أسكن في قرية صغيرة ولكنها جميلة. كنت أنظر إلى القمر الساطع خارج الشبابيك وأنا مستلقية على السرير ليلا. أتساءل هذه الأيام عن الأحلام، أشعر بالحيرة عن أفضل ما يمكن أن أكون عليه عندما أكبر. وفي ذلك الوقت نزل ملاك من أرض النجوم واقترب مني، وقال الملاك: مرحبا، أنا ملاك ونزلت من السماء وجئت لك أقابلك. أريد أن أقدم لك ناسا لطفاء جدا اليوم، هل تريدين أن نذهب معا؟ وردت البنت: نعم سأذهب، واو أنا متحمسة. هيا نرسم البنت والملاك. نرسم الملاك أولاً.
والآن نلونه. أيها المدرسون، ساعدوا الأطفال كي يلونوا بحرية. Thank you.
هكذا اكتمل كل شيء يا أصدقائي. نعم، هل رسمتم جيدا؟ الملاك نزل من السماء ويبدو أنه سيقدم لها ناسا لطفاء. أتطلع إلى القصص القادمة جدا، ولا يرى الملاك، لذلك شكله قد يختلف حسب تخيلكم. أنا قد رسمت حسب تخيلي، أما أنتم يا أصدقائي فعبروا عن أفكاركم عن طريق الرسم. فعلى سبيل المثال يمكنكم تلوين جناحي الملاك بشكل مختلف، ارسموا ولونوا حسب تخيلكم الفريد. إذن هيا نتقابل في المحاضرة القادمة، إلى اللقاء.